وادي فنان. تقدروا تمشوا من ضانة أو تروحوا من المسار الصحراوي الوعر من وادي عربي لتوصلوا على نزل فنان البيئي الموجود في أقصى الطرف الغربي لمحمية ضانة للمحيط الحيوي. وهذا النزل بري وبيبعد أميال من أقرب شارع وبيحتوي على 26 غرفة إنارتها تعتمد بس على ضوء الشموع وبيستخدم الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بس في المناطق العامة، والمي كمان اللي مصدرها من الينابيع المحلية تتسخن على الطاقة الشمسية. وأكله كتير بسيط وتقليدي وما بيحتوي إلا على مكونات من مصادر محلية غالباً بتكون عضوية. عن جد بيقدم فنان تجربة سحرية. إذا كنت رايح تعمل عزلة هادية أو إذا جاي عبالك تتمشى وتركب بسكليتات في الصحراء والجبال اللي حوالين المكان، وممكن لمرشدين الطبيعة المدربين من القبائل البدوية المحلية يحيوا التجربة الحقيقية في البيئة الطبيعية المذهلة، وهم عم بيأشروا على النباتات والحيوانات المتكيفة بطريقة فريدة مع الصحراء. وبتقدروا تستكشفوا المواقع الأثرية وبيورجوكم المرشدين أحسن المواقع اللي بتقدروا فيها تستمتعوا بغروب الشمس اللي بيخطف النفس. ومنحب نشوف كيف السكان الأصليين فخورين بأرضهم وبيحسسوك بهويتهم المغروسة في الأرض. بيذكرنا فنان بالجمال والسلام اللي ممكن يلاقيه الشخص وهو بيجرب الحب الحقيقي للطبيعة اللي منروح لنعيش فيها. فنان مثال مميز على جهود الحفاظ على البيئة والثقافة ببلدنا. أنا ودلال فخورين كتير بخدمات الضيافة والتصميم المعماري اللي بيقدموه للزوار المعجبين بالمكان. وما فيك تترك فنان إلا وإنت كلك احترام متجدد للأشخاص اللي بيحبوا المكان وبيعتنوا فيه من كل قلبهم. وادي فنان. تقدروا تمشوا من ضانة أو تروحوا من المسار الصحراوي الوعر من وادي عربي لتوصلوا على نزل فنان البيئي الموجود في أقصى الطرف الغربي لمحمية ضانة للمحيط الحيوي. وهذا النزل بري وبيبعد أميال من أقرب شارع وبيحتوي على 26 غرفة إنارتها تعتمد بس على ضوء الشموع، وبيستخدم الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بس في المناطق العامة،
والمي كمان اللي مصدرها من الينابيع المحلية، تتسخن عالطاقة الشمسية. وأكله كتير بسيط وتقليدي، وما بيحتوي إلا على مكونات من مصادر محلية، غالباً بتكون عضوية. عن جد بيقدم فنان تجربة سحرية. إذا كنت رايح تعمل عزلة هادية، أو إذا جاي عبالك تتمشى وتركب بسكليتات في الصحراء والجبال اللي حوالين المكان، وممكن لمرشدين الطبيعة المدربين من القبائل البدوية المحلية يحيوا التجربة الحقيقية في البيئة الطبيعية المذهلة، وهم عم بيأشروا على النباتات والحيوانات المتكيفة بطريقة فريدة مع الصحراء، وبتقدروا تستكشفوا المواقع الأثرية، وبيورجوكم المرشدين أحسن المواقع اللي بتقدروا فيها تستمتعوا بغروب الشمس اللي بيخطف النفس. ومنحب نشوف كيف السكان الأصليين فخورين بأرضهم وبيحسسوك بهويتهم المغروسة في الأرض. بيذكرنا فنان بالجمال والسلام اللي ممكن يلاقيه الشخص وهو بيجرب الحب الحقيقي للطبيعة اللي منروح لنعيش فيها. فنان مثال مميز على جهود الحفاظ على البيئة والثقافة ببلدنا. أنا ودلال فخورين كتير بخدمات الضيافة والتصميم المعماري اللي بيقدموه للزوار المعجبين بالمكان. وما فيك تترك فنان إلا وإنت كلك احترام متجدد للأشخاص اللي بيحبوا المكان وبيعتنوا فيه من كل قلبهم.